نيجي لحالتين مهمين جدا جدا عندي مساعد رقم واحد، وده انا بستغرب يعني حكم في الاتحاد الافريقي مصنف بتلعب مباراه زي دي. شوف اول حاله معانا يا عادل، شوف هنا بيرسي تاو، هنا موجود كابتن اسامه شايفه اهو، وهنا لحظه اللعب الكره، شوف كام لاعب مغطي بيرسي تاو، مش واحد بس. حاله سهله جدا جدا جدا. طبعا لو معانا الصوره هنشوف ان الكره دي بتعمل باص لبيرسي هيروح انفراد، دي اول حاله. عندنا اللاعب هناك اهو، لاعب اخر لاعب مغطي، وعندنا اللاعب ده مغطي، وثلاثه لعيبه تقريبا. يا كابتن علاء، ولا انت رايك ايه؟ المشكله التمركز الامام هايل كابتن. هي المشكله مش في التمركز، المشكله في الربط بقى. الربط يعني ايه؟ ايوه يعني انت بتربط. احنا عندنا حاجتين، اتفضل. هو ما عندوش حجه في الوقفه دي، هو واقف صح على فكره، بس احنا عندنا حاجتين للمساعد كابتن علاء، تمركز وربط ما بين لحظه التمرير او اللعب وموقف التسلل. هو ما ربطش، هو فوجئ لقى بيرسي ده وراح انفراد، اتخض راح رافع، ان هو لو ربط من الاول خالص لحظه اللعب هنا وعنده ثقه في القرار كان خلى اللعب يستمر. دي اول حاله عند المساعد الاولاني، طبعا تسلل غير موجود، وفرصه واضحه جدا جدا لو راح بيرسي تاو كان راح انفراد يا كابتن شريف فيها، ودي كانت اول حاله. الحاله الثانيه نفس الحاله عند المساعد كابتن عادل، عند المساعد الثاني هنا. هنا يمكن هو تمركزه ما كانش مظبوط قوي، هنا بنقول ان هو يجب ان هو يكون مع اخر ثاني مدافع. نفس الشيء بنشوف الباص معمول ديانج اهو. لا دي اوضح بكتير، دي غريبه جدا دي. تمام، دي اوضح طبعا بكتير. فين التسلل؟ يعني حالتين كابتن علاء، حالتين بجد يعني، حالتين مشكله كبيره قوي قوي لهذا المساعد النهارده. لو النتيجه هنا صعبه كانت عملت مشكله في المباراه. دي حالتين عند مساعد رقم واحد للاسف. الحاله الجايه هنا بنشوف الحاله دي مهمه قوي قوي قوي، والغريب ان الحكم هنا احتسب مخالفه على لاعب نادي الاهلي على مروان. مظبوط، مع ان هو يعني مروان نجح في لعب الكوره، وبعدين اللاعب شوف اسلوب الدخول، يعني هو المفروض تبقى المخالفه على لاعب سانت جورج مخالفه وانذار، القرار يعكس يحسب مخالفه للاعب سانت جورج. اخطاء تحكيميه، شوف بيقول المباراه يتمناها اي حكم كابتن عادل، اي حكم يتمناها. مباراه انت المفروض تفرض شخصيتك وتفرض قراراتك وتبقى انت بتتكلم عن نفسك فيها وتتكلم عن نفسك في المباراه، ولكن للاسف الشديد النهارده اخطاء تحكيميه على الرغم من النتيجه، كانت ممكن لو النتيجه مش كبيره كانت ممكن اخطاء التحكيمات دي غير في نتيجه المباراه. نتمنى كابتن ايمن زي ما قلت بدفع بالحكام الصاعدين، لا خلي الفار موجود، لان هنا عندنا مشاكل مع الحكام في الفتره صحيح. يمكن ده خلاصه المباراه. اتمنى طبعا للتحكيم الافريقي والتحكيم المصري في الفترة اللي جاية إن شاء الله أتمنى الخير، ودايما هنا احنا في الاستوديو كابتن علاء بنبقى داعمين مساندين للتحكيم سواء المحلي أو الأفريقي. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا وأمتعتنا كالعادة. شكرا كابتن أيمن. بنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال الأفريقي، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0 عن جدارة واستحقاق ووضع قدما في دور المجموعات قبل لقاء الإياب إن شاء الله يوم الجمعة القادم. ألف مبروك للنادي الأهلي جماهيره العظيمة، وبالتوفيق إن شاء الله بالفوز للمباراة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة 29. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني وأمتعوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ومبروك، وعبال المباريات اللي جايه كلها باذن الله. باذن الله ربنا. كابتن اسامه عرب، شكرا كابتن، شكرا دايما والف مبروك، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميوب، شكرا كابتن. اشكرك يا ايمن ومبروك التاهل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، بدايه جيده مبروك. وان شاء الله نبارك يوم الجمعه باذن الله رب العالمين. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.